الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة نشرت امبارح فيديو للعقيد محمد عبده. العقيد محمد عبده هو بطل العالم في الكيك بوكس وأحد رجال القوات المسلحة. لكل يوم جديد فجر جديد، والسر في نجاحنا روح الفريق. بالإصرار والعمل يتحقق الأمل، والأول مرة في مصر والشرق الأوسط بطولة العالم للكيك بوكس إير فورس 1. هتبدأ البطولة يوم 15/9/2021، وتشارك مصر ب 12 لاعب ضمن فريق القوات الجوية المصرية. مباراة الافتتاح بين لاعب جمهورية مصر العربية العقيد محمد عبده أبو ستيد واللاعب الروسي نيكيتا سيرفوتشيكن. بطولة العالم للكيك بوكس إير فورس 1 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وشركة IFA وشركة روابط.